السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلامذتي الأعزاء. لا ما عرفتش الخط بين ليكم ولا باش سمحوا لي، وكنت انكم تساعدوني. انا عام هاد العام هذا عابد داك العام من داك العام وانا كنصور افقي وما كنصورش، كنصور عمودي وما كنصورش افقي، حتى كنشوف بان ما كتطلعش عندي الصوره. كنقول علاش المتتبعين ديالي ما كيشوفونيش، وانني يعني رانا ما صورة مصغرة ما كتطلعش في محرك اليوتيوب. واليوم اول مرة كنجرب انني نصور افقي بالصورة تبان ونبان لكم وتدخلوا تشوفوني. كنتمنى الا ما كانش كيبان لكم الخط قولوها ليا، قول لي استاذة ما كيتبانش لينا الكتبة. اما انا غادي نسمع، ردوا بالكم معايا صبروا عليا بشويه بشويه، ماشي انتم وليداتي متوترين، حتى انا راه متوتره لهاد الحال اللي وصل لي التعليم. لا ماشي تقولوا لي ربح ولا مريب ولا حتى داك كلشي تخربق ليكم، لان الله يعلم ما في القلوب وحده لا شريك له. على كل تلاميذ ديال اولى باك علوم الرائد في اللغه، الصفحه 41 و42، عنوان نص العربية في الإشهار تقويم والدعم. شوفوا أوليداتي هذا النص، اضغطوا عليه وقرأوه قراءة متأنية حتى تتمكنوا من الإجابة على أسئلته. وهذه هي أسئلة النص، سأقرأ السؤال وفي نفس الوقت سأقرأ الجواب. الجواب على الورقة. أتمنى أن يكون الخط واضح لكم. طلب منكم شرح بعض المفردات مع الجملة، أن تأتوا بجمل تركيبها، تركيب معنى توظفونها في جملة مفيدة. هما عطيكم يكتسح، ما معنى يكتسح؟ يكتسح يجتاح أو يغزو، ناخذوا حنا يجتاح، اجتاحت عفوا اجتاحت العولمة العالمة فحولته قرية صغيرة. الاستثمار هو التنمية، من يمكنش نقول الاستغلال، لأن نحن لا نستغل الإنسان لنحقق الربح، ولكننا نستثمر فيه أي نكونه تكوينا صحيحا حتى يصبح منتج داخل المجتمع. فالمجتمعات تستثمر دائما في الإنسان لتصل إلى مصاف الدول المتقدمة. إذن الاستثمار هي التنمية، ما لا تناسبها الاستغلال. وإن كان تساب المفهوم الاقتصاد الاستغلال، ولكن رأي الاستثمار هي التنمية. في الجملة تستثمر كل الشعوب المتقدمة في الكفاءات، يعني الأطر العليا، حتى تحقق طفرة تقدمية هائلة. ما معنى المتن؟ المتن هو الأصل، يعني متن الشيء هو أصل الشيء. كنقولوا متن الآيات الثمانية في الثماني الأولى من سورة البقرة. إذن سؤال رقم 2 هو بماذا وصف الكاتب، بما وصف الكاتب الإشهار؟ وصف الكاتب الإشهار على أنه رافعة، على أنه رافعة اقتصادية ورمز لمجتمع الاستهلاك وجهاز إنتاج وتواصل ووسيلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. السؤال رقم 3، ما الفرق بين الإشهار في المغرب والدول المتقدمة؟ الإشهار في المغرب ما زال يعرف ضعفا في الاستثمار نظرا لعدم امتلاك كل الوسائل العلمية والتقنية والخبراء في هذا المجال، بينما في أوروبا أو الدول المتقدمة يعرف الإشهار تطورا نظرا في الاستثمار نظرا للجهود الجبارة التي تقوم بها تلك الدول سعيا منها في تطوير اقتصادها بتشجيع الاستثمار وفتح أبواب كل الأسواق واستخدام كل وسائل التواصل لتحقيق الربح وترويج لمنتوجها. ما المضامين؟ السؤال رقم 4، ما هي المضامين التي يحملها الإشهار؟ المضامين التي يحملها الإشهار منها مضامين استهلاكية وأخرى تعليمية تثقيفية ترفيهية.
الى جانب سعيها الى المضامين الى التغيير، اي التغير من حيث السلوكات والعادات. ما دور اللغه في تطوير الاشاره؟ للغه دور الوساطه، هي وسيط، فهي تحمل الخطاب الاشاري، وتؤثر اللغه سلبا او ايجابا ليس في جوده الاشاره فحسب، بل وكذلك في الى الجانب وكذلك فيما يحمله من تأثير نفسي ومجتمعي وثقافي. رأي الكاتب في مضامين الإشهار من حيث الربح، فهو يحدث تأثيرا قويا على المستهلك، لأنه يعتمد على وسائل أخرى تجعل من الإشهار قادرا على السيطرة على المستهلك من خلال عرض المنتوج، فيلعب على نفسيته ويؤثر فيها، لأنه يعتمد على اللغة الأداة الفعالة لنجاح المنتوج، لأن اللغة هي الأداة المعبرة أو القنطرة الصائبة للوصول إلى الهدف اللي هو الربح. وكلما كانت اللغة واضحة ومفهومة، كلما وصلت الرسالة وتم تحقيق الربح. كما أن مضامين رأي الكاتب في مضامين النص على أنها محدودة غالبا في الاستهلاك، المواد الغذائية والمشروبات والنظافة والتجميل، أكثر مما وثقافي من استخدام اللغة الرائجة، يعني الدارجة بدلا من اللغة الرسمية، اللي ما كيخليش اللغة الرسمية أنها تزدهر وتنتشر. أنشطة اللغة، أشكل الفقرة الأولى من النص شكلا تاما، سأقرأ عليكم. الإشهار رافعة اقتصادية ورمز لمجتمع الاستهلاكي وجهاز إنتاجي وتواصلي ووسيلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو يكتسح كل يوم فضاءنا الإعلامية السمعي البصري والبيئي متجليا عبر اللقطات الإشهارية واللوحات الضوئية والملصقات الخام بالمغربي و 2.7% بالولايات المتحدة و 2.4% في أوروبا و 1% بمصر. ورغم نمو سوق الإشهار بنسبة تفوق الاستثمار مقارنة مع دول أخرى، حوالي 4.5 دولار للفرد في المغرب مقابل 500 دولار في الولايات المتحدة و250 في فرنسا و200 في الإمارات. إلى هنا تنتهي الفقرة. بقية الأسئلة، قالك اعرب الكلمات المضغوطة. الكلمات المضغوطة هي مليون، نقول تمييز العدد مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة. درهم، تمييز العدد مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة. أكثر، نائب عن المفعول المطلق منصوب وعلامة نصب الفتحة. استخرج من النص الحال، عندنا متجليا صاحب الحال هو الإشهار، نوعه معرفة، حكم النصب، وهي تحمله صاحب الحال هي اللغة، لأن الحال هي وهي تحمله صاحب الحال اللغة، نوعه جاء جملة اسمية، حكمه في محل نصب. متمتعة صاحب الحال هي التلفزة، نوعه مفردة، حكمه النصب. طلب منكم أن تكتبوا الأرقام الآتية بالحروف، نقول 1300 في مليون درهم، و 1999، ثم هناك 500، ثم هناك 250 و 200. الإنشاء أنا كاتباه لكم خاص بوحده في القناة، رجعوا لي التعبير والإنشاء، التعبير والإنشاء، تقويم والتعب، صفحة 42، الطفلة التي تحمل على حقيبتها ومكتوب عليها حقوقي تهمكم، رانا مجاوبة كاتبة هذا الإنشاء بوحده مستقل. كنتمنى على أن الأجوبة تكون واضحة وباينة لكم. هذه هي تتمة الأسئلة، هاي تتمة الأسئلة، وباقي الأسئلة هي التي كنتمنى أنها تكون واضحة وبين لكم. الله ينجحكم، وغير صبروا وبقاو تراجعوا وما تيأسوش،
راه الله غادي يحلها. كاين الفرج، الفرج قريب، وغترجعوا الاقسام ديالكم ان شاء الله، وغادي تواكبوا الدروس ديالكم وغتنجحوا وغادي توصلوا، لانني كنامن بكم بقدرات ديالكم والشجاعه ديالكم. الله يوفقكم اوليداتي.